هنتكلم عن ايه هو المبيض الاكثر استجابة للعلاج، يعني ايه هو مواصفات المبيض الجيد الاكثر استجابة للعلاج، الاكثر استجابة للتنشيط. انا بتكلم على المبيض، سواء بقى هنعمل حقن مجهري او هندي تنشيط طبيعي في اي بيريود عادية، طلع التبويض عادية. اولا حجم المبيض، حجم المبيض احنا لنا حجم معين، المبيض المفروض يكون حجمه طبيعي، لو هو اقل من الطبيعي ده معناه ان استجابته هتكون قليلة. تاني حاجة، مخزون البويضات داخل هذا المبيض، هل المبيض ده مخزون البويضات بتاعه طبيعي ولا قليل ولا كبير؟ ما هو مش كل المبيض لو صغير بس هيدينا استجابة ضعيفة، لا، ساعات المبيض المتكيس بيبقى المبيض كبير جدا، حجمه كبير جدا، فاستجابته بتكون برضو ضعيفة للتنشيط. فلازم بندي تنشيط مختلف تماما عن واحدة عندها مبيض متكيس، واحدة عندها مبيض عادي، واحدة عندها مبيض مخزونه قليل. بمعنى ان المبيض المخزون قليل احتاج تحضير معين، احتاج عدد امبولات في الحقن اللي بنديها مختلف اكتر شوية، واحنا لنا كات ليميت. كات ليميت يعني اقصى، يعني اقصى امبولات احنا عارفين المفروض الست ما تاخدش اكتر من عدد امبولات معين في اليوم، او اكبر اكتر من عدد وحدات معينة من الحقن في اليوم. المبيض الطبيعي مش محتاج عدد امبولات عالي، سواء هنعمل حمل تنشيط طبيعي، واحنا هنتكلم عام بعد كده، وما هاخد الحقن المجهري بعد كده واحنا بنحضر الحالة او هذه السيدة المحاولة حقن مجهري، مش محتاج عدد امبولات عالية، ممكن ببرشام معين بننشط، بعقاقير معينة بننشط المبيض ده، وبيستجيب استجابة هايلة جدا للتبويض. او المبيض لو هو الطبيعي ان المبيض يشتغل لوحده، الطبيعي ان المبيض يطلع بويضة كل شهر من غير اي تنشيط، فلازم السيدة اللي هي عندها تأخر حمل، وتأخر الحمل هنا في مصر للأسف بيجوا قبل ما يعدي عليهم سنة، بره مفروض التعريف تأخر الحمل ان هو فات سنة او اكتر في عدم حدوث حمل، فالسيدة تبتدي تزور الطبيب. هنا الست تفوت عليها او السيدة تفوت عليها 3 شهور يقولها تأخرتي في الحمل، يعني معتقد غريب، وعاداتنا وتقاليدنا الى الان متأثرين بيها لحد دلوقتي، ان البنت تأخرت في الحمل متجوزة بقالها 3 شهور، يا دكتور ايه شوفها دي ليه تأخرت في الحمل، هو 3 شهور ده مش زمن كبير عشان نقول انها تأخرت في الحمل، لا، يعني لازم على الاقل، على الاقل انا بقول لهم دايما استني على الاقل 9 شهور، يعني لو استعجلتي قوي يبقى 6 شهور استني، في هرمونات مش متلخبطة، حياة جديدة، الحياة بعد الزواج تبقى مختلفة قبل الزواج. فهنتكلم، هنرجع نتكلم عن مواصفات المبيض الجيد. مواصفات المبيض الجيد الاكثر استجابة للعلاج زي ما قلت لكم ان هو مخزونه كويس، ولا قليل قوي ولا المخزون عالي قوي زي المبيض المتكيس، فاستجابته للعلاج بتكون مختلفة تماما، بتكون قليلة طبعا بالامبولات العادية. رابع حاجة ان المبيض يكونش فيه مشاكل او فيه اكياس، بمعنى اكياس دم على المبيض، اللي هو كيس شوكليت سيست اللي هو بتاع بطانة رحم المهاجرة، او بيبقى كيس ساعات مية على المبيض، ده ناتج من الخلل في الهرمونز في الهرمونات. فاي سيدة تعاني تأخر حمل وعندها كيس على المبيض لازم تعمل لها تحليل هرمونات كاملة، زي هرمون الغدة الدرقية، هرمون اللبن، هرمون الذكورة لازم يتعمل في حالات التكيسات المبيض اللي هي تعاني من ظهور شعر في جسمها في اماكن مش مفروض تطلع فيها زي الدقن، فلازم الهرمونز دي كلها تتظبط الاول قبل ما هذه السيدة تاخد تنشيط. لو هذه السيدة برضو تعاني من ارتفاع في الوزن او سمنة، ده لازم تخس، لان ده بيفرق جدا مع استجابة المبيض. يعني لو واحدة وزنها طولها 160 ووزنها فوق 110-120، ده استجابة المبيض هتكون قليلة جدا وبطيئة جدا، وهتعوز عدد امبولات عالية جدا من التنشيط عشان هذا المبيض يستجيب. فاحسن تخس الاول، تفقد من وزنها من 10-15-20 كيلو اللي هي وزنها فوق 100 كيلو، عشان استجابة المبيض تكون عالية وتكون كويسة. ما ينفعش واحدة عندها تكيس مبيض او مبيض متكيس وزنها فوق 100 او 110 كيلو وديها ودخلها على تنشيط الطبيب على طول، لا، ده لازم
تنظم اكلها، لازم تخس الاول، لازم تلعب رياضه، لازم كل يوم تمشي على الاقل نص ساعه عشان تفقد الوزن. دايما اقول لهم كل 5 كيلو هتفقدوه ده هيزود فرصه الحمل بتاعتكم بنسبه عاليه جدا، وبالتالي طبعا نسبه استجابه المبيض وبالتالي نسبه الحمل. فلازم اي كيس على المبيض يتعالج كويس قبل ما ناخد تنشيط. ما ينفعش واحده عندها كيس وظيفي ميه او كيس دم على المبيض وادخلها في تنشيط على طول، الا لو كان كيس الدم ده كان بطاقه رحم مهاجر او كيس شوكولاته واتشال ورجع تاني. لا، احنا في هذا بناخد نستخدم بروتوكولات معينه. طبعا بتكلم دلوقتي على حاله هنعمل حقن مجهري، بروتوكولات معينه بتخلي بطاقه رحم مهاجره ملهاش تاثير على حدوث الحمل هذه السيده بالحقن المجهري ولا على ثبات الاجنه او انقسام الاجنه جوه تجويف الرحم بعد ما نعمل محاوله الحقن المجهري. فالمبيض ده هو ده زي ما بقول كده دايما، الرحم ده وتجويف الرحم ده الصندوق المهم جدا المفروض نعرف معلومات عنه كامله قبل ما نعمل عمليه الحقن المجهري. المبيض ده لازم يتدرس كويس جدا، ولازم نعرف هل استجابته كويسه. ساعات بيكون استجابه المبيض للحقن معينه مش ماشيه مع حقن تانية يستجيب احسن. وزن السيده لازم وزن السيده يكون مثالي، حتى لو هي عاليه في الوزن شويه ما يكونش العلو فرق جامد ما بين الوزن وبين الطول عندها عشان استجابه المبيض تكون احسن مع الوزن المثالي مع الطول بتاعها. المعلومات كامله عن المبيض لازم تكون متوفره، تكون الست دي شفناها بالسونار مره ومرتين في متابعه تبويض عاديه قبل ما تلجا لعمليه حقن مجهري او للتنشيط العادي.